لو عندك طبعا مشكلة عدم التوالف، لو عندك الأنثى بتضرب الذكر، أو عندك إن الأنثى زيفة يعني راغبة في التزاوج ولكن الذكر خائف من الأنثى. يعني الأصل يا جماعة إن الأنثى بتكون هي اللي مسيطرة، يعني الأنثى بتكون مسيطرة على المكان، بتكون قوية جدا. في أول ما تحط الذكر مع الأنثى بتلاحظ إن الأنثى هي اللي بتضرب الذكر، يعني الأنثى دائما يعني بتفرد نفسها على المكان، بتسيطر على المكان، هي اللي بتضرب الذكر. وبعد كده يقوم الذكر يضرب الأنثى، وبعد كده يحصل التوالف. طيب مشكلة بقى، يعني حل مشكلة ضرب الأنثى للذكر أو الذكر للأنثى، بقول لحضرتك لو إن أنت عندك أنثى، الأنثى ده هي راغبة في التزاوج بس المشكلة في الذكر، ممكن ده يرجع لأسباب. أول حاجة ممكن يكون الذكر ده صغير، ممكن يكون الذكر صغير، أو ممكن يكون فيه مشكلة في التواصل بين الذكر والأنثى. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لما أكون يعني واحد مثلا مصري بيقابل مثلا واحد مثلا أمريكي مثلا بيتكلم إنجليزي مثلا، فبيكون بينهم وبين بعضهم صعوبة في التواصل، فبياخد هذا الأمر يعني سنة أو 6 شهور أو شهرين أو 3 عشان يحصل تواصل ويحصل توالف بين الذكر والأنثى، لأن طبعا الأنثى مش قادرة تتواصل مع الذكر في مسألة الإيه؟ مسألة التزاوج. ده سبب من الأسباب. في ناس تقول لك والله إحنا ممكن نفصل الذكر عن الأنثى، أهم حاجة عندي إنني لازما يكون الذكر أكبر من الأنثى. لو الذكر صغير فطبعا الأنثى يعني الأنثى ممكن تضرب الذكر ضرب شديد جدا، بالذات لو الذكر دوت لو الذكر ده هو صغير. فلازم إن الأنثى يا جماعة بتبلغ على سن 2 سنين، يعني بتبلغ قبل الذكر. حل مشكلة التوالف يا جماعة، أهم حاجة لو أنت عندك الذكر والأنثى مفيش بينهم وبين بعض توالف، يعني تلاحظ إن الذكر بعيد والأنثى بعيدة. الأنثى ما بترضاش تدخل الذكر البياضة، بتلاحظ إن الأنثى لما بتنزل تاكل الذكر بيكون واقف بعيد، ما بيقدرش ياكل معاها لأنها طبعا بتضربه. فده دي كلها علامات بتقول لك إن مفيش توالف، وأدام إن مفيش توالف يبقى مفيش تزاوج، وحتى لو حصل تزاوج ومفيش توالف يعني الأنثى باضت ومفيش توالف، هتلاحظ إن البيض كله هيطلع غير مخصب، مفيش فيه لقاح. طيب حل المشكلة الكبيرة ديت إيه بقى؟ لو أنت دخلت الأنثى على الذكر فوجدت إن الأنثى بتضرب الذكر ضرب شديد جدا، فبالشكل ده هوت لازم تفصل الأنثى عن الذكر، لأن الأنثى بتكون يعني إيه يعني منفعلة جدا، ممكن يؤدي هذا إلى قتل الذكر. طيب هتفصلهم مثلا لمدة أسبوع أسبوعين، تحطها مثلا في قفص جنب منه، تحطها في أي حتة، المهم إن أنت إيه يعني على ما الأنثى تبدأ إيه تهدى شوية. طيب أنت لو أنت لاحظت إن مفيش ضرب، يعني مفيش ضرب بين الأنثى والذكر، أنا بتكلم دلوقتي في جميع أنواع الببغاوات، فمفيش ضرب بين الذكر والانثى بس مفيش توالف، يعني هو في الضرب ضرب خفيف جدا يعني ما بيؤديش الى الموت او الى القتل. فالحل بقى ان انت تصبر شوي، اصبر مثلا شهر شهرين 3، اصبر الموسم ده يمكن ما يحصلش فيه تزاوج، على ما يحصل التوالف بين الذكر والانثى. الموضوع دوت هياخد وقت، ما انا زي ما بقول لك ان ايه على ما يقدروا يتفاهموا اللغة. فإذا كانت الأنثى بالغة وإذا كان الذكر بالغ تمام، مفيش في أي مشكلة، والذكر أكبر من الأنثى ومفيش في ضرب يعني ضرب شديد، الأنثى يعني الذكر خايف شوية بس مفيش ضرب يعني يؤدي إلى القتل، فاصبر شوية شوية وشوية، يعني أسبوع أسبوعين 3، ممكن السنة دي كلها الموسم ده كله، على ما يحصل التواصل وعلى ما يبدأوا يتفاهموا، وبعد كده هتلاحظ إن الأمور بقت زي الفل. لو أنت بقى عايز إن أنت يعني لاحظت إن مفيش أمل خالص، فأنت ممكن تغير بقى، يعني تغير الأنثى دي توديها لذكر تاني، وتغير الذكر توديه لأنثى تانية، ممكن يحصل التوالف. لكن انا بقول لحضرتك اصبر ولا تتعجل، ادام ان مفيش ضرب شديد مفيش ضرب يؤدي الى القتل، يعني الذكر فعلا خايف من الانثى او الانثى خايفة من الذكر، مش مشكلة، اصبر شوية، ادام ان مفيش ضرب شديد بينهم، وادام ان الذكر بياكل والانثى بتاكل،
كله تمام، يبقى اصبر شوية قليلا وان شاء الله هيحصل التوالف، وما تنتظرش بقى منهم يعني انتاج الموسم دوت. وطبعا التوالف ده كان مفروض يتم في الصيف يعني قبل موسم التزاوج، يعني مفروض ان انت عشان يعني الطيور تنتج عندك، ما ينفعش ان انت تجيب الطيور وعايز تولفهم في موسم التزاوج يعني الوقتي، ما ينفعش، يبقى انت كده ضيعت على نفسك الموسم. انت عايز الطيور تتزاوج، يبقى كان مفروض ان انت تولفهم في الصيف فترة انقطاع البيض، انما الوقت ما ينفعش ان انت تجيب الطيور وعايزهم يتولفوا في نفس موسم التزاوج. ده طبعا يعني ممكن يحصل بسرعة وممكن ياخد وقت طويل. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله.